لكم اياها شوي بالاذن مشان لعملكم تيست، سقطت انا وياكم. شكلها كثير طيب. هيك انت بتعطي الريفيو تبعك على الشكل. الشكل؟ ايه هلا شوي قاسيه. اوكي. يا رب دخلك. حشو طيب. ايه سو كانت بالبراد كانت قطيفة. لو كانت بالبراد. جنى طيبة. ايه بس ما كأنه شغل اليوم. ما كأنه شغل اليوم. برافو عليك، نمتن امبارح عشية. كمشتني جنى وحسام، اهلا وسهلا فيكم. اهلا فيك. طيب كيف يعني هلا اشرحوا لي بس شو يعني فود بلوجر؟ اوكي هلا نحن قلنا سنين بنصور مطاعم وبنحط ريفيوز على السوشيال ميديا، فمع الوقت صرنا نعرف هذا المطعم اطيب من هذا المطعم وصار عندنا شوي خبره، يعني بتقولي خبره اكثر من انه دارسينه. انا برايي انه نحن ناس كثير عاديين مثل كل هالناس، بنروح بنجرب وعم نعطي اور اوبينيون بأونستي، حتى لو كنا عم نقبض مصاري وهي بزنس، بس نحن في قصص بنكون فيها اونست وبنقول انه نحن حبينا هيدي اكثر من هيدي، يعني والقصص اللي ما طيبه ما عم نكون عم نضوي عليها. طيب هلا انا رح ارجع فوت بهول التفاصيل، بس بدي اعرف منكم كيف بلشت هيدي الشغله معكم، يعني ليه فكرتوا تكونوا فود بلوجرز؟ لانكم بتحبوا الاكل، لانه شفتوا ناس قدامكم عم بيعملوا هيك لقيتوها فرصه، وهل هي شغلتكم الوحيده ولا بتشتغلوا غير شيء؟ شو حسام؟ اوكي هي جنى اللي بلشت انت الفكرة. جنى اللي بلشتي؟ هو حقلك بصراحة وقت ما بلشت بالبيج كان بعد ما بعرف حدا فود بلوجر بلبنان، يعني كان بعد ما انا منتشرة هالقصة، عم بحكيكي من شي 3 سنين هيك. خطر ببالك انت تصيري انه يلا بلكي بيعزمني المطعم خليني اعطي رأيي؟ لا مش عشان يعزمني المطعم، كنا خاطبين وكان كل ظهراتنا مطاعم، اصلا بلبنان ما في اكتيفيتيز غير مطاعم. صح هي كلنا من قولها. هلا بدي اظهر رح اروح على مطعم، فكنا كل ويك اند مطعم جديد، فقلت انه هاتا خلي الناس تتعرف على هالمطعم معنا، وبلشت نزلت اول فيديو. ما شفتي حدا مثلا اجنبي اذا ما كان حدا هون؟ يعني ما في شيء شفتيه على السوشيال ميديا؟ عن جد لا. يعني بصراحه بقول لك اياها، كان في قبل هول اللي بيعطوا فود ريفيو بس كله تكست، يعني كانوا يكتبوا بس انه كفيديو كانه نقد صحافي 100%. فأول فيديو نزلته عن مطعم كان فاتح جديد، ووقتها جاب الفيديو كتير فيوز. انتقدتي ولا حكيتي منيح؟ لا حكينا بالمنيح عنه، كانت اونست ريفيو صراحة، يعني عن جد حبيناه وقتها. فهالفيديو جاب وقتها، عم تحكي أول فيديو فوق 50,000 فيو، فحسينا انه واو أول فيديو 50,000 فيو، العالم عم تحب هالكونتنت هتا نكفي. انستغرام ولا تيك توك؟ أول فيديو كان تيك توك. تيك توك. فهيك صار كل ويك اند مطعم جديد وفيديو جديد. يتواصلوا معكم المطاعم وهيك؟ ما دغري. لا لحد ما يمكن صرنا شيء 20,000 متابع، يمكن هون بلش يتواصل معنا مطعم مطعمين. ايه هيك يعني هيك صارت، هيك بلشنا نمشي. انت شو بتعملي بالحياه بس هيك؟ هلا انا اكيد مخلصه جامعه مع ليسانس ترانزليشن، بس انا فول تايم مام، وبعتقد انه كل المامز رح يوافقوني انه هيدا من اصعب الاشغال يعني. فهيدا معبالي وقتي غير واكل بالمطاعم. ايه واكل بالمطاعم، وعندي كم بيج مستلمتهم بعملهم سوشيال ميديا انا وحسام اكيد. اوكي. ايه يعني احنا كونتنت كرييترز. لا انت شغلتك اصلا سوشيال ميديا؟ لا انا بشتغل، انا دارس كمبيوتر ساينس، بشتغل سينيور اي او اس ديفلوبر بشركه مهمه بلبنان. اوكي وبتشتغل سوشيال ميديا؟ بشتغل كونتنت كريتر لبزنسات، يعني بزنس خاصه بالاكل. ورحت تتعلم طبخ عند شاف مشهور؟ صح. عندك صح. وقت ليه ما عم تطبخ لك المدام؟ لا هذا بفضل جنى، هي كثير عم تساعدني بهالموضوع. نحن عملنا دفشتك تروح تتعلم طبخ لتقوم بالبيت كله؟ حياتي. انا دفشت. لا انا كثير كنت حابب، هو عنده هوايه كثير حابب، لانه نحن ايه غير لأنه حسابك بالبيت. أنا دفشتك؟ نحن كثير بنحب ندوق وهيك، وهلأ مع عن جد عم نتعلم كيف إنه عم كل شيء عم يتساوى من الزيرو، فعم شوف قديش شغلة الشيف منها شغلة سهلة،
منا يعني عن جد منا شغله سهله ابدا. مشان كل حدا حيجي يقلنا انه انتم منين بتعرفوا بالاكل وعلى اي اساس عم تعطوا رايكم، هيك صار عنا انه مثل شيء نجاوبهم ريفرنس انه ايه انه حسام متعلم طبخ عند شاف كثير قوي وحيصير عنده سيرتيفيكا ان شاء الله، فخلص ما بقى في حدا يقول لك انه انت منين بتعرفوا بالاكل. ايه بس هون عم نحكي من بعد ما صرتوا انتم ايه عم تسمعوها كثير، بس لكم 3 سنين بتشتغلوا وعم تقبضوا مصاري من وراها، كثير علقتوا على اونست ريفيو، معناتها في اوقات ما بتعطوا اونست ريفيو. لا اونستلي كم مره ما اعطيتي اونست ريفيو؟ اونستلي شي 3 فيديوهات يعني طيب بس لنحكي انه لما مطعم بيبعت وراكم وبيدفع لكم مصاري لتعملوا له هالدعايه، تصوري وانت تقولي له مش طيب الاكل لانه انا انسانه صادقه. لا هيدا صارت كذا مره وكنا قاعدين وكل شيء يعني انه بيد وكل شيء، فقلنا له انه اونستلي ما بتقطع، انه في قصص انا ما حبيتها، كيف انا بدي انا مش مقتنع فيها، كيف بدي انا اغيري فيها؟ يعني بنقول له فشو صار؟ فكان الموقف سوبر محرج، هو كثير عصب ونحن كنا كثير محروجين. بنرجع له المصاري وبنقول له ما حينزل الفيديو. صح.